الأخبار مع قيس المرشد. أهلا بكم، ونحن نودع عام 2020. كنا نأمل وقبل ختامها أن تحظى منتجاتنا الوطنية التي بدأت تنهض بشكل تدريجي بحماية فعلية تطبيقا للقوانين البرلمانية والقرارات الحكومية التي نصت على ضرورة حماية المنتج الوطني والمستهلك على حد سواء، ومنع الاستيراد العشوائي ومحاربة التهريب. إلا أن تنفيذ هذه القوانين والقرارات لم يرتقي بمستوى الطموح. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. عادة ما تتعرض السوق العراقية لضربات موجعة وفق وصف مسؤولين وتجار جراء تصاعد عمليات تهريب البضائع عبر الحدود العراقية، مشيرين إلى أن هذه البضائع تتضمن مواد غذائية وأدوية وأقمشة وأجهزة كهربائية، وتكون في الغالب منتهية الصلاحية وتباع بأسعار زهيدة جدا. ورغم الحملات الواسعة التي تجريها السلطات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، لكن المهمة صعبة وتعقدت كثيرا بفعل استحداث مصانع ومعامل تقوم بتغيير تاريخ صلاحية تلك المواد أو وضع ملصقات جديدة عليها. فالحدود مع دول الجوار واسعة ومعظمها وعرة يصعب السيطرة عليها، وتعد سليمانية وديالى وواسط والبصرة من أكثر مدن العراق عرضة لعمليات التهريب بسبب المناطق الواسعة المفتوحة فيها، وكذلك الجبال التي تعتبر مشكلة من ناحية السيطرة عليها. هذه العمليات تجري وسط اتهامات تطال تجارا كبار يعملون على إدخال المواد التالفة والأدوية إلى العراق بشكل غير شرعي، وتكبد العراق شهريا ملايين الدولارات، وتتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين والتجار وحتى الدولة. وعلى إثر ذلك تمر المنتجات العراقية بأزمة تنافسية مع المواد المهربة التي أغرقت الأسواق، فتعطلت الكثير من المصانع، وأعلن الكثير من التجار إفلاسهم، وخسر المواطنون آلاف الوظائف في المصانع العراقية والمشاريع الزراعية والحيوانية، فيما يرفع المواطنون والتجار العراقيون أصواتهم مطالبين بإيقاف قتل المنتجات الوطنية. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. أما ضيوفي لهذه الحلقة فهم قبل الدخول بتفاصيل الحلقة، نتابع سريعا أبرز رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم غد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وأرحب وأجمل ترحيب بضيوف الكرام، وأبدأ معنا برئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد صادق المعموري. مرحبا أستاذ صادق. مرحبا أستاذ قيس، وبضيفك الكريم وبجمهور العراقيين الكرام. نرحب بك أجمل ترحيب. أستاذ صادق، كنا نأمل قبل ختام عام 2020 أن يشهد هذا العام تطبيق فعلي للقوانين والقرارات الخاصة بحماية المنتج الوطني والمستهلك، لكن للأسف الشديد لم نشهد هذا الشيء. أهلا مرحبا، أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة للأسف يعني كنا نأمل أنه في حكومة السيد الكاظمي أن تقوم بدور فاعل في حماية المنتج الوطني وتفعيل القوانين التي تخص القطاع الاقتصادي، إلا أنه للأسف هناك مصاعب كثيرة تقف بوجه الإصلاح الاقتصادي وتكبح هذه العملية، حيث لا يزال الفساد مستشري في المنافذ الحدودية، لا تزال هناك منافذ حدودية غير مسيطرة عليها، هناك منافذ غير رسمية، منافذ الإقليم لحد الآن لا يوجد أي اتفاق يعني بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لتنفيذ وتفعيل قوانين التجارة. حقيقة هناك مجموعة من المعوقات تقف أمام عملية الإصلاح الاقتصادي التي أراد السيد الكاظمي في بداية تسلمه الوزارة
لتفعيلها وتنفيذها وزيادة إيرادات الدولة، إلا أنه للأسف لم يفلح في هذا المسعى، وبالتالي فبقت القوانين وبقت غير مفعلة، وبقت المواد غير مرغوب بها والمواد التي الممنوعة تدخل من المنافذ الحدودية. هناك تقدم ربما بسيط جدا في موضوع السيطرة الأمنية على المنافذ الحدودية، حيث كان هناك مجاميع مسلحة تسيطر على المنافذ الحدودية. الآن بعد دخول القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب إلى المنافذ الحدودية، ربما هذه الأجهزة هذه المنظمات أو الأحزاب أو الجهات المسلحة ابتعدت قليلا عن المنافذ الحدودية، إلا أن موضوع السيطرة على المنافذ وموضوع الفساد لا يزال موجود، والروتين كذلك الإداري والأساليب القديمة في السيطرة على البضائع كلها حقيقة غير مفعلة. تمام. أنتقل الآن للضيف الآخر السيد عقيل السعدي الخبير في القطاع الصناعي. مرحبا أستاذ عقيل. أستاذ عقيل تسمعني؟ ما تسمعك. تسمعني الآن أستاذ عقيل؟ أستاذ عقيل. نعم. مرحبا بك أستاذ عقيل. أهلا وسهلا. للأسف الشديد لم نلاحظ تطبيق فعلي للقوانين والقرارات الخاصة بحماية المنتج الوطني والمستهلك بنفس الوقت لعام 2020، سبب إخفاق الجهات المعنية في تطبيق أو تنفيذ هذه القوانين. والله يا أخي العزيز، القرارات والقوانين موجودة، لكن تطبيقها لحد الآن ماكو تطبيق عملي أو تطبيق فعلي لغياب الإرادة الحقيقية وإرادة صاحب القرار الشجاع، خلينا نقوله يعني رئاس الوزراء وغيره. مثلا قانون حماية المنتج صدر سنة 2010، قانون حماية المستهلك أيضا بنفس الفترة، القوانين موجودة وصدرت كلها في دعم المنتج الوطني، لكن العملية تطبيقها لحد الآن تراوح بمكانها لأسباب كثيرة. اللي هي أسباب كثيرة، أما توجه بعض السياسيين وبعض الدول المجاورة أيضا لتخريب العملية السياسية بصراحة، فتحاول أن تزج في كل منتجاتها بأقل من أسعارها لشل وتوقف القطاع الصناعي. زين، هذا العملية حتى المنتج الوطني يتراجع ويتوقف لها أسباب كثيرة، أسباب أمنية وأسباب مجتمعية، وتؤدي إلى أزمات المجتمع بداخلها. من تتوقف اليوم المشاريع وتتوقف العملية الإنتاجية راح تزيد البطالة، من تزيد البطالة والشباب ما يلقى فرص عمل تتوجه إلى آفات مجتمعية بالانحراف والمخدرات وغيرها والقتل والإجرام. الدول الأخرى بداخل البلد هنا حاليا الحكومة ما تفكر بهذا الموضوع، الدول المجاورة أو غيرها كل واحد يدور على مصلحته ويدور على منتجه وينطي أكثر من طريقة لدعم المنتج اللي عندهم بدعم تصدير، بحيث يوصل المنتج المستورد بداخل البلد أرخص من سعره بداخل بلد المنتج، وهذا أسبابه كثيرة هواية. فالحكومة يعني على سبيل المثال أنت بالأسبوع الفات صار يعني نوع من أكو إعفاء المواد الأولية للمشاريع الصناعية، صدرت من ضمن المبادرة يعني مع الوزير المالية أو قانون الاقتراض الداخلي توقف إيقاف كل الاستثناءات. طبعا الاستثناءات عديدة جدا، والنتيجة أنه ما تدخل القمار. لا، هذا 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 القرار صار به سوء فهم من قبل بعض الموظفين في الجمارك. نعم. القانون القرار عفوا لم يشمل القطاع الخاص فقط. صحيح. الدول والقطاع الحكومي على سبيل ان شاء الله هذا ماضي في الحلحلة، احتمال تم حل هذا الامر استاذ عقيل، لكن ارد اعرف ليش الجهات المسؤوله عن تطبيق حمايه المنتج وحمايه المستهلك لم تؤدي دورها المطلوب في تطبيق هذه القوانين والقرارات. شلون سؤالك بالضبط؟ لماذا لم تؤدي الجهات المعنيه بتطبيق وتنفيذ القوانين البرلمانيه والقرارات الحكوميه الخاصة بحماية المنتج والمستهلك في تطبيق هذه القوانين والقرارات؟ ليش ما أدت دورها بشكل إيجابي وصحيح؟ يعني بصراحة هم الحكومة أحيانا عندها محق بنوع واحد، يعني الجهة القطاعية الممثلة للقطاع الصناعي بصراحة ما ثابتة وجودها على أرض الواقع، وأكو تقولات من بعض السياسيين والبعض المسؤولين أنه ما عندنا إمكانية الإنتاج المحلي وإذا طبقنا هذه القوانين، وهذه طبعا هذه كلمة يعني شو تقول كلمة حق يراد بها باطل.
هو يقول لك احنا ما اقدر اني امنع واخلي اطبق هذه القوانين خوفا من ارتفاع الاسعار والمنتج المحلي ما يغطي، وهذا عملية مو صحيحة. المنتج المحلي موجود وممكن يغطي تقريبا 70 أو 80%، وبعض المنتجات أنا أكد لك 100% ممكن تغطي السوق المحلية بالكامل، لكن العملية الحكومة أحيانا بعيدة عن القطاع الصناعي وعن القطاع المنتج، أو بصراحة الجهة الممثلة للقطاع الصناعي ما فارضة وجودها على أرض الواقع وعلى الساحة السياسية والساحة الاقتصادية. فالحكومة بعيدة عن البعد وتفتهم أنه هذا الموضوع غير موجود وتتأخر بتطبيقها. هي مو هيك أستاذ عقيل، القضية أنه بس احنا ما نريد دائما نلقي اللوم للبرلمان والحكومة. البرلمان خلص طلبتوا منا قانون حماية المنتج صدر، حماية المستهلك صدر، انتهى دوره. الحكومة أيضا صدرت قرارات وتعليمات خاصة بتطبيق هذا القانون، لكن عندنا مشكلة بالتنفيذ، بأدوات التنفيذ. من هي الجهات والوزارات المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين والقرارات أستاذ عقيل؟ رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة اللي هي عندها السلطة التنفيذية وعندها السلطة الأمنية اللي ممكن يسيطر على المنافذ. يعني هو حتى الحكومة تقول لك بعض المنافذ غير رسمية، من اللي يسيطر عليها غير المفروض الحكومة اللي يسيطر عليها وتطبيقها وآليات تطبيقها؟ هي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب وهيئة العامة للمنافذ الجمركية، هذه تابعة إلى الحكومة، والحكومة عندها سلطات عليها، مو المواطن اللي عنده سلطة، هي المفروض تطبقها بحذافيرها. تمام أستاذ صادق. الحكومة يعني فقط هي من تتحمل مسؤولية عدم تطبيق القوانين. يعني الحكومة مو يعني عندها وزراء، عندها مدراء عامين، عندهم رؤساء أقسام، عندها موظفين تعطيهم تريليونات رواتب، مو بس الحكومة يعني تتحمل مسؤولية. الحقيقة المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، زين، هناك مسؤولية أخرى تعتبر إضافية تتعلق بالمواطن وبالتاجر. يعني زين، التاجر يفترض أنه يلتزم بالقوانين أولا، وثانيا مراعاة مصلحة البلد من الناحية الاقتصادية، إضافة لأنه هناك يعني مفروض مبادئ وقيم أخلاقية يلتزم بها التاجر في تعامله. أما التنفيذ يعني بشكل مباشر حقيقة هو الدولة مسؤولة عن هذا الموضوع بأجهزتها المختلفة، أجهزتها سواء الرقابية أو الأجهزة اللي التنفيذية اللي تسيطر على المنافذ. يعني زين، احنا الحقيقة نلاحظ أن هناك معوقات ومعرقلات كثيرة تقع في أمام التاجر العراقي، اللي يعني هذه المعرقلات حقيقة سببها أيضا الدولة. يعني بالنسبة للمنافذ الحدودية مثل ما تفضلنا أنه كثير من الأمور اللي تدخل هي غير مطابقة للمواصفات، ممنوعة أصلا وتدخل أو إكسباير تؤثر على الصحة العامة. هناك مواد يعني تضر بالصحة العامة وتدخل يعني المنافذ الحدودية، السبب منه يعني حقيقة التاجر يراعي مصلحته أحيانا. يعني إذا فرضنا بأنه التاجر مثلا غير ملتزم بالقانون أو غير، من اللي يجبر على الالتزام بالقانون؟ اللي يجبر بصراحة الأجهزة الدولة المختلفة. يعني يعني احنا بنقول أكو منافذ حدودية غير مسيطر عليها، يعني غير رسمية. يعني شنو غير رسمية؟ مع العلم محددة هذه المنافذ ومعروفة بالأسماء وبالمواقع. يعني القوات الحدودية أو الجهات المسؤولة عن المنافذ أين وجودها يعني في هذا الحال؟ وين صار هذه المنافذ أستاذ صادق؟ الحقيقة في كثير من يعني في الجنوب وفي الشمال. يعني في الشمال يعني عندنا يعني أكثر من عندنا 5 منافذ غير رسمية. غير رسمية. إضافة للمنافذ 5 الرسمية. وعندنا حسب ما يصرح به الكثير من الأخوة البرلمانيين والمراقبين واللجنة المالية ومدير هيئة المنافذ، يقول بأن هناك أكثر من 20 منفذ في المنطقة الشمالية غير رسمية، عبارة عن معابر. يعني 25 صارت الخمسة غير رسمية، اللي هي مجازة من قبل الإقليم فقط ولم تجاز من قبل الحكومة الاتحادية، وخمسة مجازة من قبل الحكومة الاتحادية. يعني هاي 10 تعتبر كأنما بين غير الرسمي والرسمي، أو المختلف عليها بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية. والعشرين معبر، إلا أن هناك أكثر من 20 معبر، معابر يعني لا مسيطر عليها جهة، ربما جهات حزبية داخل الإقليم، وهي يعني لم تكن مجازة من قبل حكومة الإقليم ولا من حكومة الحكومة الاتحادية. وبالتالي فهذه تدخل بضاعة كما صرح الرئيس هيئة المنافذ السابق دكتور كاظم. نعم دكتور كاظم، الحقيقة
تدخل يوميا مئات الحاويات. اكيد هاي بدون فحص وبدون تفتيش وبدون حتى تفتح هذه. وكلها مواد غذائية، ربما تدخل مواد ضارة، مواد غذائية، جوز أدوية، مواد غذائية، أدوية، ربما أسلحة. يعني احنا يعني قرينا التقرير قبل أيام، هناك حقيقة مواد غذائية ومواد تجارية وأسلحة إسرائيلية تدخل إلى العراق عن طريق هذه المنافذ. تمام. حقيقة هذه يعني مسألة يعني بحاجة إلى نظر وبحاجة إلى تدخل حكومي قوي في هذا الجانب. يعني أعتقد كمية التدفق كبيرة جدا أستاذ عقيل، يعني فقط من منفذين قريبة ديالى ألقت القوات الأمنية على 100 شاحنة لتهريب المنتجات الممنوع استيرادها من بيض ودجاج وغيره، 100 شاحنة فقط في 4 أيام ومن منفذين فقط. ايش قد جاي تدخل العراق يوميا؟ كم شاحنه من منافذ غير شرعيه؟ والله الشاحنات على طول، يعني كل منفذ حدود 5 كيلومتر اكثر من هذا العدد. يا اخي العزيز اكو حلول بسيطه. يعني خلينا حاليا نتحدث بالمنافذ غير الشرعيه، كيف ممكن السيطره عليها؟ فقط المنافذ. طيب السيطره عليها ممكن. يعني بدل ما اني تقول منافذ غير شرعيه وصعبه السيطره عليها لاسباب فساد وغيرها، ممكن بالداخل. اخي اكو قانون حمايه المستهلك، بالامكان البضاعه اللي حتجي اللي تدخل من هاي المنافذ الغير رسميه حتدخل بالاسواق. بالامكان الامن الاقتصادي بدل ما يتوجه حاليا لمحاسبه المنتج العراقي او محاسبه المصنع العراقي على اسباب بسيطه جدا ويحوله محكمه ويحاول يغرمه، يخلي يتوجه على الاسواق الداخليه. الاسواق الداخليه مليانه، التاجر اخذ البضاعه واحاسبه، انطي مجال اسبوع، اكثر من اسبوع انا اتلفه، اذا تلفت مره مرتين وبالاعلام الاخرين التجار ما راح يقدر يستوعب هذه البضاعه، وبالنتيجه انت قطعت دابرها من النهايه. بدل ما اذب اللوم على الاخرين وهذا منفذ مو رسمي وهذا منفذ كذا، هاي الحكي مو معقول. بالامكان الامن الاقتصادي اليوم ده يشتغل، والمنظمه الجريمه المنظمه ده تشتغل بقوه، لكن ده تشتغل على المنتج المصنع العراقي بصراحه. وللاسف هي المشكله مو هنا استاذ عقيل، المشكله تطورت ايضا. يعني تطورت المشكله، شلون تطورت؟ اي جاي يجيك منتج من خارج البلد مكتوب عليه صنع في العراق ويدخل من هذا ما مقبول. لا هذا ما مقبول على امور بسيطه، ما عندك اسم تجاري، ما عندك مجاز، ما عندك كذا، هذه مو صعبه. لكن احنا اللي نقوله مثل ما تتوجه على المصنع العراقي، توجه وحل هذا الموضوع على البضاعه الرديئه والموجوده بالاسواق. انت من تريد تقطعها خلي تفتح المعابر كلها، خلي تفوت كل التريلات بدون جمرك. انت حاسبه بداخل الاسواق، احاسب المنتج يعني الجريمه المنظمه والامن الاقتصادي احاسب على هذا المنتج المخالف للمواصفات، وبالنتيجه التاجر بعد ما راح يجيب هذه البضاعه وتنتهي الموضوع. تمام استاذ صادق، ظهرت عندنا هاي المشكله الجديده. يعني هم عندهم اساليب، المهربين عندهم اساليب طبعا تطوريه، يطورون مع كلما تطورت الإجراءات الخاصة بالحد من عمليات التهريب. المنتجات اللي جاية تدخل العراق حاليا منتجات تركية صينية أي من أي بلد كانت، يكتب عليها صنع في العراق، تختم في ذلك البلد لوجو صنع في العراق وتدخل من منافذ متعددة وتوصل للأسواق. الحقيقة أستاذ قيس، يعني هذه البضائع اللي تدخل بصفة عراقية هي أكثرها تدخل من منافذ الشمالية من منافذ الإقليم، تدخل إلى داخل الإقليم وتدخل تتم إعادة التعبئة والتغليف وتغيير الليبلات وتدخل كأنه عراقية. إضافة لأنه مثلا الدجاج الحي الآن ممنوع دخوله، الدجاج الحي يدخل إلى الإقليم من تركيا ومن إيران ويصدر إلى الداخل، إلى داخل العراق، إلى الوسط والجنوب، على أنه دجاج عراقي منتج داخل إقليم كردستان. إضافة لأنه هناك يعني مثل ما قلنا بأنه إعادة تعبئة داخل الإقليم، هناك تجار متخصصين في هذا الجانب، وهذه الأمور حقيقة تجري يعني من غير المعقول أنها تجري بدون علم حكومة الإقليم سلطات الإقليم. الحقيقة يحتاج إلى رقابة داخلية مثل ما تفضل أخي سعد عقيل. الرقابة الداخلية مهمة وضرورية، ما زال هناك حقيقة لا توجد سيطرة على المنافذ، خصوصا منافذ الإقليم اللي تدخل من أنواع المواد الممنوعة
والتي يعني الممنوعة والمحرمة. أستاذ صادق وصلتني معلومات حتى جيمر العرب هم جاي يتم تهريبه. نعم أي والله. نعم موجود في إيران بكميات كبيرة جدا الجيمر منتج والدهن الحيواني ويدخل العراق في هذا عن طريق الإقليم. زين. الحقيقة الرقابة الداخلية ضرورية إضافة لأنه السيطرات المتنقلة يعني يفترض أنه سابقا كان هناك سيطرة الصفرة اللي عانى من عدها التجار إلا أنه كانت تحد حقيقة من كثير من البضاعة اللي تدخل الغير رسمية اللي تدخل إلى الوسط والجنوب ومنعت كثير من تجار الإقليم لاستيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات أو خارج أو ممنوعة. يفترض الآن في تقديري هناك سيطرة تكون في كركوك وسيطرة في الموصل أو لمنع دخول البضائع يعني أصبح حالتها ضرورية حاليا السيطرات هذه في تقدير الحفاظ على اقتصاد البلد. هناك سيطرات يعني من الضرورة أن تكون موجودة إضافة لسيطرات متنقلة ممكن أن تكون على الطرق الخارجية اللي ممكن أن تستوقف أي سيارة تحمل البضائع وتطلب من عندهم الأوراق الجمركية يعني شهادة المنشأ والأوراق اللي تثبت بأنه هذه بضاعة مستوردة وخاضعة لتعرف الجمركية أو خاضع عن الأمور الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية كالفحص والضرائب وما إلى آخره. المفروض يكون أيضا نقاط مشتركة أستاذ عقيل يعني في كل سيطرة أعتقد رئيسية المفروض يكون هناك لجان من قبل مثلا ممثل عن الصناعيين ممثل عن الزراعيين أيضا اتحاد الفلاحين ممثل عن اتحاد غرف التجارة العراقية أليس من المفترض أن يكون كذلك أستاذ عقيل؟ بالتأكيد ضرورية جدا لكن ما يقبلوا بها يا أخي. اليوم الموظف ينظر إلى القطاع الخاص أنه منافس إليه أو يعني ينظر إلى نظرة تعالي فما يقبل أنه القطاع الخاص يكون مشارك به. الأمر اللي قلته أمر جدا ضروري بصراحة. يعني أنا أحكي لك تعقيبا على كلام أستاذ صادق بخصوص سيطرة الصفرة مثل ما قال منتجات تجي تدخل تتغير الليبل على اعتبار انه منتج بداخل كردستان. التنمية الصناعية من صارت سيطرة الصفرة التنمية الصناعية تطلب اوراق المشروع ولا يكون مسجل داخل بغداد حتى يدخلها حتى تسيطر على هذا العملية. صحيح. لانه مخازن ويقول لك انا منتج في اربيل منتج في سليمانية وهذا مو صحيح مو منتج مجرد احنا سمعنا حتى انه حتى اصحاب المصانع داخل اقليم كردستان واصحاب حقول الدواجن وغيرها ايضا تضرروا بسبب عمليات التهريب. اي نعم قصدك المنتج الدواجن يعني أصحاب المصانع المحلية الموجودين في إقليم كردستان أيضا تضرروا وأصحاب حقول الدواجن على اعتبار أن هناك منتجات تدخل بشكل مستمر وبتدفق مستمر أيضا أكيد بالتأكيد هي بكل الأحوال هي راح تضر المنتج اللي بداخل كردستان والمنتج بداخل بغداد وباقي المحافظات أكيد تأثر عليه لأنه حتدخل أما إكسباير وتتغير العلامات والكارتون والتعبئة راح تضره بكل الأحوال تضر المنتجين الاثنين. تمام أستاذ عقيل اسمح لنا أستاذ عقيل وكذلك أستاذ صادق المعموري أن نذهب إلى متابعة موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا. الاختيار الأفضل هو الوطني.
هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. عدنا لضيوفي في الاستوديو نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد صادق المعموري والخبير في القطاع الصناعي السيد عقيل السعدي. مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام. أستاذ صادق، إلى أي مدى أثرت عمليات التهريب غير المنظمة والممنوعة والعشوائية على سمعة اتحاد الغرف التجارية العراقية وعلى سمعة التاجر العراقي الرصين؟ الحقيقة هذه الوسائل يعني اللي هي التهريب وإدخال البضائع غير يعني غير المطابقة للمواصفات تؤثر على سمعة التاجر الرصين، حيث أنه أكثر اللي يقوموا بهذه العمليات الغير القانونية هم من التجار الحديثين والتجار الحقيقة الغير ملتزمين بالضوابط وبالمواصفات والمعايير وبالقوانين والأنظمة، وبالتالي فإن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين وتأثيرها السلبي حقيقة على يعني مثل ما يعني تأثيرها أيضا كذلك على التاجر الرصين، حيث سمعة التاجر يعني ضربت بالصميم نتيجة لوجود هذه المواد الغير مطابقة للمواصفات وهذه المواد التي تضر بالصحة العامة. هناك أدوية إكسباير، هناك مواد حقيقة منتهية الصلاحية، هناك مواد ممنوع دخولها تدخل إلى الأسواق، إضافة طبعا الإغراق السلعي اللي سبب إلى هجرة كثير من أصحاب المصالح والمصانع إلى مصانعهم بسبب أنه المنافسة غير شريفة وغير متوازنة، حيث تدخل هذه البضائع بحقيقة مدعومة من دول الجوار ومدعومة من الدول المصدرة المهربة إلى الداخل، وبالتالي فإن المنتج الوطني المصنع الوطني غير قادر على المنافسة الشريفة مع المنتج مع المستورد يعني اللي مدعوم خارجيا، وبالتالي فإنه سببت إلى وجود بضائع كثيرة رخيصة الثمن وقليلة الجودة بحيث أدى إلى غلق كثير من المصانع، وبالتالي أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل كبير وزادت من نسبة البطالة في المجتمع وزادت من نسبة الفقر أيضا في المجتمع، وبالتالي فإنه لا بد من وجود يعني حقيقة حزم وقوانين صارمة لمحاربة هذه الظاهرة، إضافة لاتباع أساليب حديثة في عملية الاستيراد والتصدير. طبعا المواطن الحقيقة له دور أيضا في هذا، وإحنا لمسنا يمكن بالأشهر الأخيرة كان هناك ثقافة ووعي جماهيري واسع توجه للمنتج الوطني نعم لدعم المنتج الوطني، يعني كان هناك شعارات كبيرة ويعني فعاليات كثيرة من مجتمعية لدعم صنع في العراق، وهذه حقيقة كلها لوجود رغبة عارمة لدى المواطن العراقي في دعم منتجه الوطني، وبالتالي ودعم الحكومة أيضا في حل المشاكل الاقتصادية اللي يعاني من عندها، وبالتالي فإنه تحويل أو تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي معتمد على قطاع واحد اللي هو قطاع النفط بقطاعات إنتاجية صناعية وزراعية واستخراجية. تمام أستاذ عقيل، يعني رغم من المعوقات اللي يواجهها القطاع الصناعي والشركات الصناعية الصناعيين في العراق، لكنكم بكل صراحة لديكم شجاعة على تنفيذ مشاريع صناعية كبيرة جدا، أو تبدأ من 50,000 دولار تصل إلى 200-300 مليون دولار حسب نوع المشروع الصناعي. كيف ممكن سوف تتمتعون بالقوة اللازمة لمواجهة هكذا عراقيل تؤثر بشكل كبير جدا وجعلت من الصناعة مكتوفة الأيدي ومكتفة الأيدي عفوا ومشلولة إلى حد ما؟ بالتأكيد أخي العزيز، بصراحة العقبة اللي أنا أشوفها برأيي الشخصي أنه وزارة التجارة وزارة الصناعة المفروض تكون وزارة الاقتصاد، وهذه في كل دول العالم، حتى تكون البرمجة العمل بين المنتج وبين الصناعة.
على العكس حتى في الدول الأخرى أنه غرفة تجارة وصناعة المحافظة أو ماكو اتحاد صناعات أو غرفة تجارة حتى يكون العملية مسؤولة وزارة واحدة بين المنتج، التوازن بين الاستيراد وبين المنتج المحلي. هذا الموضوع مختلف اختلاف كلي بالعراق. وزارة التجارة تشتغل عكس وزارة الصناعة، والنتيجة تشوف أنه وزارة الصناعة تخسر ومشاريعها متوقفة بسبب الاستيرادات العشوائية وسبب التوجه الدولة والوزارات انه ما تنتج، يعني تشتري المنتج المحلي. امكانية انشاء المشاريع مجازفة كبيرة بظل عدم وجود حماية من الدولة، والنتيجة المستثمر ما عنده استعداد انه يجازف يحط كذا مليون دولار بمشاريع وبعدين السلطة تقول له أنا هذه منافذ غير مسيطر عليها وما أقدر أسيطر على السوق، فشون يجازف هذا المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي بإنشاء المشاريع تفوق كذا مليون دولار؟ هل من المعقول أنه يجازف بها في ظل بيئة غير جاذبة للاستثمار، في ظل بيئة طاردة للاستثمار بصراحة، في ظل حكومة ما مسيطرة على الأسواق، في ظل عدم تنفيذ القوانين؟ فهل من المعقول انه هذا المستثمر يجازف وينشئ هالمشاريع؟ لكن شفنا انه بعض الصناعين ممكن انشائه عزيزي، ممكن انشائه، ماكو شيء ما ممكن انشاء حاليا، والبلد يحتاج كل شيء حتى الابره. كل المشاريع ممكن، واليوم عمليه بسيطه جدا، المكننه في كل دول العالم ممكن تروح تجيب اكبر خط انتاجي ما يطول لاقل من شهر. زين، لكن والامكانيه الماديه الماليه ما تتوفر في ظل نظام مصرفي فاشل او متراجع جدا، يطالبك بضمانات غير معقوله، يعني تفوق اضعاف كلفه المشروع بعشر اضعاف. اما من جدوى المشروع لا اقول لك مليون بالميه انه المشروع، كل مشروع هو بداخل البلد هو ناجح، لانه الاستيرادات حوالي 54 مليار دولار سنويا. هذه الاستيرادات المفروض تتحول الى منتج، فاحنا في حاجه الى المنتج. اما شلون حيجي هذا المستثمر؟ هاي مشكله الحكومه اللي مدى توفر البيئه الصحيحه للانتاج المحلي. حاليا ما عندكم اي بيئه، يعني منا عدم تطبيق القوانين، وبنفس الوقت بالجهه المقابله ماكو تسهيلات اداريه وماليه لكم، مو صحيح استاذ عقيل؟ اخي اكو مو تسهيلات، اكو دعم عراقي، لكن الدعم العراقي احنا نفتهمه عكس الدعم الاخرين. الدعم العراقي انه يدوسك، يعني مو دعمه، يعني مثل ما واحد دعمك بسياره، هذا الدعم العراقي ما يصير يتطبق هالشكل. المفروض التسهيلات الحكومة تقدمها تسهيلات بسيطة، يعني على سبيل المثال قبل أسبوعين أستاذ العزيز، قبل أسبوعين من صارت إيقاف الاستثناءات، يعني اليوم الإيقاف وراء نص ساعة طبقوه مجرد سمعوه بالأخبار. أما من رفع التوضيح وقالوا أنه هذا المنتج، المشاريع الصناعية المشمولة بالقانون 20 وغيرها ما مشمولة بهذا الأمر، ظل لنا أسبوعين، أكثر من أسبوعين، والناس الصناعيين مشاريعهم توقفت والتريلات واقفة بالحدود، ما حد يدخلها بحجة أنا ما وصلني كتاب الأخير دموس. طيب اليوم بالواتساب أو بالإنترنت بثواني تدزي كتاب إذا وزارة المالية. هسه هاي المشكلة تجاوزناها إن شاء الله، تجاوزناها، مو هي هذه العملية من ضمن التسهيلات. يعني أنت تعرف إيش قد مشاريع صناعية تعطلت وتوقفت خلال هاي أسبوعين ودفعت غرامات على عليها، إحنا اللي نقول له أكو مو مثلي من عده للتوضيح. فالتسهيل التسهيلات من ضمن هاي التسهيلات يا أخي، يعني نتوسل بفلان وبفلان في سبيل وصلنا صوتنا إلى أن انحلت المشكلة. هاي ما ممكن كل يوم تنحل العملية. كلامك منطقي استاذ عقيل، اسمح لنا وكذلك استاذ صادق ان نذهب الى متابعه عالم الارقام في هذه الدقائق، ونعود الى تكمله ما تبقى من الحلقه. هذا البرنامج برعايه مشروع دواجن الديوانيه، انتاج يومي من البيض والدجاج، يصلكم طازجا، الاختيار الافضل هو الوطني.
هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أستاذ صادق، احنا نريد عام 2021 يكون عام فيه شيء من تطبيق للقوانين والقرارات الخاصة بحماية المنتج والمستهلك، كيف ممكن أن نفعل هذه الأشياء؟ نعم، الحقيقة الدولة قادرة أن تضبط عملية الاستيراد والتصدير وعملية العملية التجارية بشكل عام والعملية الاقتصادية بشكل واسع، يعني بإمكان أنه تمنع أولاً بإمكانها أن تتفق مع الإقليم وتسيطر على المنافذ الحدودية حسب الدستور العراقي، يعني منافذ الإقليم يجب أن يسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية. أيضاً ممكن ضبط المنافذ في المنافذ الحدودية بشكل عام والمعابر غلقها من خلال قرار يعني أو إرادة سياسية تتوفر يفترض. إضافة لأنه هناك وسائل حديثة حقيقة لم تتبع لحد الآن، وفي تقديري العملية مقصودة لأنه خلق الفوضى يخلق المناسب للفساد المالي والإداري، حيث ممكن أتمتة الحدود وإدخال الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا الحديثة للسيطرة على البضائع اللي تدخل من المنافذ الحدودية. ايضا الحقيقه الاستعانه بشركات تفتيش ورقابه يعني دوليه تعمل وفق الضوابط والانظمه الدوليه المعروفه في جميع دول العالم. يعني الحقيقه هذه الحاله غير موجوده، يعني هاي الفوضى غير موجوده في اي بلد من بلدان العالم، لانه المنافذ هي عباره عن يعني ليست مدخل يعني منفذ لدخول البضائع وخروجها فقط، وإنما هي تعبر عن سيادة الدولة وهيبة الدولة. وبالتالي فإن الدولة لابد أن تتخذ القرار وتتوفر لديها الإرادة القوية لتطبيق القانون في هذا الموضوع. الحقيقة أيضا هناك شركات للفحص والتدقيق والمطابقة تعاقدت معها وزارة التخطيط، جهاز مركزي للتخصيص والسلطة النوعية، وهذه أجهزة حديثة يعني شركات جديدة، شركة بريطانية وأخرى صينية، حيث أنه ثبت أنه الشركات التي عملت للسنوات الستة السابقة كانت تشوبها كثير من علامات الحقيقة الفساد، وبالتالي فإنها ألغيت عقودها. نتأمل أنه هذه الشركات أيضا تساهم في ضبط والسيطرة على المنتج ونوعية المنتج اللي يدخل يعني إلى الداخل. كذلك ممكن تفعيل الرقابة الداخلية من خلال أجهزة الرقابة الصحية وأجهزة الرقابة الاقتصادية لمتابعة المنتج والمستورد داخل يعني داخل المحلات وداخل الأسواق، يعني الرقابة داخل السوق، إضافة لتفعيل الرقابة في السيطرات على المواد والبضائع اللي تدخل إلى داخل البلد. في تقديري هناك دور أيضا ممكن أن تقوم بوزارة التجارة من خلال تفعيل دور الملحق التجاري. الملحق التجاري بإمكان أنه هو الحقيقة جميع البضائع اللي تدخل وشهادة المنشأ هي تصادق من قبل الملحقات التجارية في بلدان المنشأ، وبالتالي بإمكانهم أن يكون هناك عملية تدقيق أكثر يعني دقة، يعني ليست مصادقة فقط وإنما تدقيق على المصانع وتدقيق على نوعية المنتج، وبالتالي التواصل مع شركات مع الغرف التجارة والصناعة للحصول على معلومات، تبادل المعلومات أيضا. حقيقة هذه كلها أمور ممكن أنه من خلالها تفعيل عملية السيطرة على العملية التجارية وبالتالي حماية منتج الوطني. أيضا قانون حماية المنتج أيضا يفعل بشكل واسع، يعني الحقيقة وزارة الصناعة يعني في تقديري مقصرة في هذا الجانب أو متهاونة في منع مثلا دخول كثير من البضائع اللي توجد لها منتجات نظيرة ولو بنسب يعني معينة. يعني أيضا حقيقة وزارة الزراعة مشكورة، يعني وإحنا يمكن ذكرنا هذا في كثير من اللقاءات في عهد هذا يعني الوزير الحالي والوزير السابق،
الدكتور صالح حقيقة ساهموا بشكل كبير في منع كثير من المواد والمنتجات الزراعية من الدخول. وفروا حماية. وفروا حماية حقيقة. تمام. نعم هناك تهريب ولكنه يعني قدروا يسيطرون. بشكل يعني أكبر يعني. تمام. أستاذ عقيل، أي على وجه التحديد أي من الجهات الحكومية التي من المفترض أن تأخذ على عاتقها تأمين حماية كاملة للمنتج المحلي والمستهلك لعام 2021، أم برأيك ترشيح جهة أخرى تكون مسؤولة عن ضبط وتنفيذ هذه القوانين؟ أخي هي الدولة بكل الأحوال هي المسؤولة عليها. هسه الدولة بها آلاف الصنوف. طيب. آلاف الأشكال، من هي الجهة بالتحديد التي يجب أن تأخذ على عاتقها تطبيق وحماية هذه القوانين أستاذ عقيل؟ يعني الجهة اللي مسؤولة على التطبيق قصدك؟ بالضبط. الجهة المسؤولة الدولة بدل ما تتوجه. أدري الدولة أي جهة؟ داخلية، الدفاع، الصحة، استخبارات. نعم الأمن الوطني والجريمة المنظمة، هذا من صلب عملها بصراحة. حتى بالنظام السابق كانت الأمن الاقتصادي يطلع حتى على التسعيرة، إذا زايد خمس فلوس يعزلون المحل. فاليوم أنت واجب الجريمة المنظمة وواجب الأمن الاقتصادي التفتيش بالأسواق، وهذه أبسط عملية وأسهل أسهل عملية ويجيب نتائج أسرع، بدل ما أني أتعلل وأتحجج أنه منافذ غير مسيطر عليه، ومنافذ أنه جهات سياسية مسيطرة عليه، ومنافذ أحزاب وغيرها. خلي أتركها، خلي تدخل من أي مكان، أنا خلي أسيطر على الداخل وعندي جهاز أمني متكامل، الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي إمكانياتهم عالية جدا، وممكن يغطون مرة مرتين بالأسواق، يصادرون البضاعة أو ينذروا. أنا أنطيك 1000000% أنه هذا التاجر وهذا صاحب المفرد أيضا ما راح يجيب هاي البضاعة، وبالنتيجة أنت قضيت عليها من الأخير، بدل ما أتحجج أنه فساد وغير فساد والمنافذ الجمركية ما تابعة لنا ومنافذ الجمركية مو رسمية، أتخلي أتركها، أترك حتى الحدود كلها خلي تدخل، أنا أحاسب بالداخل أسهل من هذه العملية. ليش ما دا يصير هذا الشيء؟ نعم. ليش ما دا يصير هذا الشيء أستاذ عقيل؟ شلون؟ ليش ما جاي يصير هذا الشيء يعني محاسبة داخلية، رقابة داخلية، ليش ما جاي يتفعل؟ أنا أقول لك اليوم التاجر المفرد أو التاجر الجملة لما تكون البضاعة تشوفه مخالفة ويتعرض إلى محاسبة أو غرامة ما راح يجيبها إطلاقا مرة ثانية، بالنتيجة المستورد ما راح يجيبها، بهالعملية راح تنقطع، لأن ماكو إنسان أو تاجر راح يجازف ويتعرض إلى مساءلة وإغلاء غرامة. زين تمام. أستاذ صادق، إيش قد تكلف عمليات التهريب السنوية للعراق؟ الحقيقة الإيرادات المنافذ الحدودية المقدرة من قبل هيئة المنافذ الحدودية، من قبل اللجنة المالية في البرلمان، من قبل كثير من المختصين الاقتصاديين في المنافذ الحكومية للوسط والجنوب تقدر ب10 مليار دولار. منافذ الإقليم حسب ما قدروها أيضا المختصين بحوالي 5 مليار دولار. يعني ممكن أنه توفر للدولة بحدود 15. رئيس الوزراء يمكن ذكر قبل أيام بأنه العراق يخسر حوالي 12 مليار دولار سنويا بسبب عدم ضبط الحدود وعدم ضبط المنافذ الحدودية. الآن اللي يدخل إلى موازنة العراقية من عائدات المنافذ الحدودية هي بحدود 2.1 يمكن 4 بالعشرة أو شيء من القبيل، يعني مليار دولار حقيقة. هذه يعني وإحنا نستورد سنوياً 55 مليار دولار. إحنا حوالي أكثر من 50 مليار دولار نستورد. هذه طبعاً هذه كلها ممكن أنه تبقى هذه الأموال داخل البلد، وبالتالي زيادة الإنتاج الوطني، وبالتالي القضاء على الفقر، بالتالي القضاء على البطالة المنتشرة بشكل واسع، حيث هاي الشباب الآن اللي يجلسون في الشوارع يطالبون بفرص عمل. فرص العمل ما يمكن يعني توفيرها من قبل الوظائف الحكومية، وإنما ممكن توفر من خلال تنمية المنتج الوطني وزيادة المصانع وحماية المنتج، وبالتالي زيادة الإنتاج بالداخل. تمام. أيضا يفترض هناك حقيقة يعني سياسة، يعني كلمة أخيرة، سياسة حقيقة تجارية رصينة تقوم بها يعني واجبات وزارة التجارة حقيقة. اللي نعتقد بأنه هذا الجانب مهم لديها، اللي هو يعني انتهاج سياسات لمجابهة الإغراق السلعي. يعني حقيقة دول الجوار قاعد تدعم منتجاتها المصدرة للعراق. احنا يفترض ان هناك سياسة ايضا لمجابهة هذا، اما بزيادة الضرائب على المنتجات المدعومة من قبل دول الجوار او من قبل الدول المصدرة، يا اما يعني دراسة الاسواق، يعني ان تاخذ الملحقية التجارية واجباتها، وبالتالي دراسة الاسواق. تمام. هناك يعني لمعرفة الفرق يعني الكبير بين السعر داخل البلد
المنتج وبهن تمام استاذ مصدر العراق. نعم. نشكرك جزيل الشكر نائب رئيس اتحاد الغرف التجاريه العراقيه السيد صادق المعمور على انضمامك الينا في حلقه اليوم من برنامج دينار. كما لا يفوتنا ان نشكر ايضا الخبير في القطاع الصناعي السيد عقيل السعد. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الختام، نلتقيكم في حلقه اخرى من برنامج دينار. دمتم في امان الله.